الطيران الإسرائيلي يواصل غاراته على قطاع غزة لليوم الثالث رغم اتفاق تهدئة توسطت فيه مصر. الجربة يلوح بالانسحاب من جنيف حال ترشح الأسد للرئاسة، والأمم المتحدة تندد بكارثة إنسانية بسوريا. المجلس الدستوري بالجزائر يعلن أسماء 6 مرشحين بينهم بوتفليقة لخوض انتخابات الرئاسة الشهر المقبل. هذه بانوراما جديدة للأحداث من على شاشة النيل الأخبار. مرحبا بحضراتكم، ونبدأها بالشأن المحلي نصاحبكم فيها في الشق السياسي. دينا أبو الفتوح، إليك وإليكم الآن محمد عبد الله. تفضل محمد ومرحبا بك. شكرا لك يا دينا، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل الأنباء. أغارت طائرة إسرائيلية الليلة الماضية على أهداف في قطاع غزة مع استمرار للتوتر اليوم الثالث على خلفية إطلاق قذائف من القطاع على جنوب إسرائيل. كانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت التوصل لاتفاق تثبيت للتهدئة مع إسرائيل بواسطة مصرية، وقد أكدت التزامها بالتهدئة شرط التزام إسرائيل الكامل بها. أجواء حرب حقيقية عاشها قطاع غزة بعد شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي 29 غارة جوية استهدفت مواقع المقاومة الفلسطينية وبشكل خاص مواقع حركة الجهاد الإسلامي التي أطلقت 130 صاروخا وقذيفة هاون على إسرائيل ردا على اغتيال 3 مقاومين من سرايا القدس. عملية كسر الصمت التي أطلقتها سرايا القدس بالأمس أتت ردا على العدوان، أتت ردا على أكثر من 1600 خرق منذ 12 نوفمبر 2012، أتت ردا على التهديدات والتحريضات المتعددة ضد قطاع غزة. أي خرق من قبل العدو للتهدئة منذ الآن فصاعدا سيقابل برد من المقاومة من سرايا القدس. عملية كسر الصمت لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي زادت من وتيرة التصريحات الإسرائيلية المهددة لغزة، ففي حين دعا وزير الخارجية الإسرائيلية إيفيكتور ليبرمان إلى احتلال غزة، طالب نائب وزير الحرب الإسرائيلي بشن غارات تستهدف رؤوس المقاومة محملا حماس مسؤولية التصعيد. إسرائيل تقوم بعدوان ممنهج على قطاع غزة يهدف إلى الإخلال بالتوازن الذي تم في القاهرة. المقاومة ردت على ذلك، وأي تصعيد إضافي في هذه المواجهة مرهون بأي عدوان إسرائيلي قادم جديد على قطاع غزة. وكإجراء أولي إسرائيلي أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبري كرم أبو سالم وبيت حنون مع قطاع غزة، في حين أخلت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة مقراتها تحسبا من غارات إسرائيلية جديدة. لم تؤثر برودة الأحوال الجوية على سخونة الأوضاع الميدانية، فهي ساعات حرجة ينتظرها قطاع غزة ستحدد طبيعة المرحلة القادمة. ففي ظل تصاعد التهديد الإسرائيلي وتحدي المقاومة المتكرر تقترب لحظة المواجهة الجديدة. عمر بشير للنيل، قطاع غزة. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. أذن لصلاة الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ونعود لاستكمال الأنباء. من جانب آخر، ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتصعيد العسكري بما في ذلك إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل. كما انتقد عباس في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عدم اعتذار إسرائيل عن قتل 6 فلسطينيين بالضفة بقطاع غزة. زيارة لم تحمل الكثير من الأمال للفلسطينيين من دولة شاركت في احتلال فلسطين عام 1917، العام الذي أيدت فيه الحكومة البريطانية إنشاء وطن قومي لليهود بما يعرف بوعد بلفور. رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون جاء بتصريحات متوقعة، أهمها معارضته لمقاطعة إسرائيل ومستوطناتها وتأييدا للاعتراف بيهودية الدولة العبرية. من ناحية وصف إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، لقد قلت ذلك لأنه بالنسبة لي هذا ما تعنيه إسرائيل وهذا ما ستكون عليه إسرائيل. اليهود كانوا مضطهدين في العالم، 6 ملايين قتلوا في المحرقة، والقرار اتخذ أن إسرائيل يجب أن تكون وطنا للشعب اليهودي وهذا ما هي عليه. الرئيس الفلسطيني وخلال لقائه بكاميرون أكد على أن المفاوضات والتي من المفترض أن تنتهي في 29 من أبريل المقبل لن يتم تمديدها. نحن اتفقنا على 9 أشهر للمفاوضات، ولدينا أمل كبير أن نكون قد وصلنا إلى شيء ملموس محسوس في هذه الفترة، ولذلك لم نناقش إطلاقا مسألة التمديد ولم تطرح علينا أيضا. في حين رأى المحللون أن هذه الزيارة لم تحمل تأييدا للقيادة الفلسطينية، خاصة في ظل أزمة المفاوضات القائمة منذ 1917 وحتى الآن لم يتغير خط بريطانيا في الانحياز لإسرائيل. تصريحاته كانت غير معقولة وغير منطقية، وهي تعبر عن انحياز تام وغير موضوعي، وبالتالي لا أعتقد أن كاميرون جاء إلى المنطقة بشيء لصالح الفلسطينيين. بنطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 67 من أراضي الدولة الفلسطينية اللي اعترفت الأمم المتحدة فينا، وبالتالي اليوم إحنا دولة تحت الاحتلال، بدناش حتى تبادلية مع الجهة الإسرائيلية، بدنا إياهم يخرجوا من أرضنا. فبنسأل كاميرون، هل أنت تؤيد الاحتلال؟ زيارة كغيرها من الزيارات الدبلوماسية المكثفة للأراضي الفلسطينية جاءت لتعود بخفي حنين. ديفيد كاميرون حفيد الدولة التي أيدت إنشاء فكرة وطن قومي لليهود في فلسطين، اعتبر أن نزع الشرعية عن إسرائيل خاطئ ويمارسه سياسيون هو. زيارة تؤكد مدى الانحياز البريطاني الصارخي لإسرائيل. ثروة شقر الأراضي الفلسطينية المحتلة،
النيل. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة. أوضح مجلس الوزراء أن هذا القرار يأتي حرصا من الحكومة على إعادة الأمن في الشارع المصري ووضع حد رادع للجرائم الإرهابية التي تهدد أمن المجتمع وسلامة المواطنين. السبيل الأفضل لتحقيق تقدم الملموس ينعكس على تحسين حياة المواطنين وحل مشاكلهم هو تواجد الوزراء في قلب الأحداث وبين الجماهير، مبدأ أكد عليه إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في اجتماع المجلس، وشدد على أهمية التعليم الفني في المرحلة القادمة من خلال تطويره والتوسع في إنشاء المجمعات التكنولوجية العلمية. هناك خطة تعكف الآن الحكومة على وضعها لإقامة 15 مجمعا تكنولوجيا في كافة أنحاء الجمهورية تبعا لاحتياجات سوق العمل، وستكون بإذن الله قريبة من المناطق الصناعية لتسهيل عملية التدريب المهني للطلب. وافق المجلس على مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب وحماية مأموري الضبط القضائي أثناء تأدية أعمالهم. شهد المجلس أيضا اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة، على رأسها قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي، وتم إحالة مشروع هذا القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة. الحقيقة ده من أهم القرارات التي اتخذت اليوم، ويأتي من منطلق حرص هذه الحكومة على إعادة الأمن إلى الشارع المصري ووضع حد رادع للجرائم الإرهابية من خلال تكفيف منابع تمويل تلك الجرائم. تمت الموافقة على عدة قرارات اقتصادية، منها زيادة رأس المال المصرح به لصندوق النقد العربي بقيمة 600 مليون دينار عربي، قرارات خاصة بتطوير التعليم الفني وأخرى بمكافحة الإرهاب، ومعهم قرارات اقتصادية تؤكد أن الحكومة تناقش كافة الملفات حتى تكون قادرة على تقديم ما هو أفضل للمواطن. من مجلس الوزراء منذر أبو دوح، النيل. أعلن الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب رئيس أركان القوات المسلحة السابق أنه قرر عدم الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة. وأوضح عنان في مؤتمر صحفي أن قراره بهذا الخصوص جاء إعلاء للمصلحة العليا للبلاد وإدراكا منه للمخاطر التي تحيط بها. وحي عنان ثورة 25 من يناير والثلاثين من يونيو اللتين عبرتا عن أحلام وآمال كل المصريين بكافة فئاتهم الاجتماعية واتجاهاتهم السياسية، كما ترحم على أرواح من أرواح أبناء الشعب ورجال الشرطة والقوات المسلحة. وفيما يخص أيضا الانتخابات الرئاسية، أعلنت الحملة الرسمية لدعم المرشح الرئاسي حمدين صباحي أنها ستخوض السباق الرئاسي بهدف الدفاع عن مكتسبات الوطن وتحقيق طموحه. وأعربت الحملة عن رفضها لنص المادة 7 من قانون انتخابات الرئاسة والخاصة بتحسين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن عليها أمام القضاء. أعلنت الحملة الرسمية لدعم المرشح الرئاسي حمدين صباحي أنها مستمرة في خوض المعركة الانتخابية، وأنها تستعد بكل جدية وقوة إيمانا منها بضرورة المشاركة في هذا السباق السياسي من أجل الدفاع عن مكتسبات الوطن الديمقراطية وتحقيق طموح الشعب المصري في إقرار الأمن والاستقرار ومواجهة التهديدات الملحة. ويرى صباحي أن مصر ما زالت في انتظار نظام يحقق مطالب ثورتي 25 من يناير والثلاثين من يونيو. لا مستقبل في مصر لأي دولة تعيد إنتاج نظامين أو رأسين لنفس النظام. اللي هيعيد إنتاج نظام مبارك ومرسي سيلقى مصير مبارك ومرسي. وقال صباحي إنه يمثل الثورة وأهدافها المتمثلة في العدالة الاجتماعية والديمقراطية، لأن في ثورة عظيمة في البلد دي 25 يناير و30 يونيو لا تكتمل إلا بالوصول للسلطة. مستقبل مصر مرهون بوصول هذه الثورة بقيمها وأهدافها وسياستها والمعبرين عنها بأصالة إلى السلطة. وبما أن الثورة
لم تنتهي بأن الذين خالوا استولوا على السلطة كما يحدث في تجارب إنسانية كتير، فالباقي هو طريق المنافسة عبر انتخابات ديمقراطية. وأعتقد أن ترشحي للرئاسة هو واجب وطني وهو إتمام لما بدأه الشعب.